واضح أنه لا يوجد أي متغيرات يمكن الإشارة إليها بشأن الموقف وتطور الموقف في المفاوضات الجارية. فنتنياهو كما هو وشروطه كما هو كما هي، والسنوار ما زال على رأس الحركة، والتأكيد على بأن خليل الحي ما زال على رأس المفاوضات يؤكد أيضا أن الحركة ماضية بنفس الأسلوب والنهج الذي كانت تسير عليه في إدارة هذه المفاوضات. الإدارة الأمريكية لم تغير شيئا من موقفها، تحاول الضغط، تحاول الوصول إلى صفقة، ولكن لا تستخدم نفوذها ولا تضغط بما يصل إلى إجبار نتنياهو على الالتزام بالوصول إلى صفقة كاملة. والمجتمع الدولي ما زال عاجزا عن التأثير في سير هذه المفاوضات. إذا نحن أمام معادلة لم تتغير نعم كما هي، بل بالعكس قد تصبح أكثر تعقيدا إذا ما استثمر نتنياهو في مسألة تعيين السنوار رئيسا للحركة واستخدامها في التهرب والمناورة والمراوغة في عملية إدارة هذه المفاوضات، وهو ما لمح له هاليفي في تصريحاته الأخيرة. والمسألة الأخرى أن أيضا القرار كما هو معروف بيد يحيى السنوار وليس بيد أحد آخر، ومسألة التواصل معه بتقديري ستصبح أكثر تعقيدا طيب نعم لنتيجة الوضع سيد رجب، الأمني الذي يمر به تحديدا بعد الوصول إلى أرقام مهمة في قيادة الحركة نعم في قطاع لماذا غزة. تعتقد حضرتك